لقاء جماهيري جمع أبناء وأهالي القنيطرة بالأصدقاء الروس بحضور رسمي بهدف شرح مزايا الفيلق الخامس اقتحام والدعوة للالتحاق به. لقاء جماهيري بحضور رسمي وعدد من الضباط الروس لشرح مزايا الفيلق الخامس، كلنا جميعا فداك يا سوريا. تحت هذا العنوان أقامت محافظة القنيطرة لقاء جماهيري جمع أبناء وأهالي القنيطرة بالأشقاء الروس بحضور أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي العميد وليد أباظة ومحافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر وعدد من القادة العسكريين في المنطقة. وكان الهدف من هذا اللقاء شرح المزايا والتعليمات للراغبين بالالتحاق بالفيلق الخامس اقتحام. محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أكد بأنه واجب علينا جميعا أن نشارك بالانتصارات ونحمل السلاح لنقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري ونحمي النساء والأطفال والوطن. من جهته أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي وليد أباظة دعا إلى اغتنام الفرصة للمسلحين المتواجدين في ريف القنيطرة بتسليم سلاحهم والاستفادة من مراسيم العفو. بدوره أيضا ممثل الجانب الروسي العقيد فاليري أريوف أشار بأن دماء الشهداء السوريين والروس تنادين لدحر الإرهاب وتحقيق السلام لكافة المواطنين، ومن واجب الجميع الالتحاق بالفيلق الخامس لأن الهدف هو حماية الوطن والدفاع عنه. وزير العدل يوجه بتسريع حسم الدعاوى الجمركية، وذلك أثناء لقائه المحامين العامين في المحافظات وقضاة المحاكم الجمركية والمصرفية. وزير العدل الدكتور نجم الأحمد دعا إلى تفعيل العمل في المحاكم المصرفية وتسريع الحسم في القضايا الجمركية، وخاصة القضايا التي أخذت وقتا طويلا في التقاضي. وأثناء لقائه مع المحامين العامين في المحافظات وقضاة المحاكم الجمركية والمصرفية، أكد الأحمد أن وزارة العدل ستبذل جهدها في تأمين كل مستلزمات العمل لتسريع الفصل في الدعاوى المعروضة على هذه المحاكم. وقع هنالك أعداد كبيرة من الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم المصرفية أو الجمركية، هي دعاوى لها طبيعتها الخاصة، حساسيتها الخاصة، كانت تتعلق بالمال العام أو أموال المودعين وبالاقتصاد الوطني بدرجة أساسية. من هنا كان لابد من البحث مع القضاة المعنيين في هذا الأمر عن المشكلات التي تواجههم في عملهم، عن الآليات والمقترحات التي تمكنهم من أداء دورهم بأفضل صورة ممكنة لجهة حسم هذه النزاعات، عدم إطالة أمد التقاضي، آلية تضع هذه الأحكام موضع التطبيق بسرعة القصوى وضمن مرونة متاحة. انتهى طبعا قانون المحاكم المصرفية الجديد الذي أتاح كل هذه الامتيازات، ونحن الآن في خضم إعداد قانون آخر يخص المحاكم الجمركية أيضا بالتوازي، يضمن سهولة الإجراءات، سهولة التبليغ، سهولة متابعة إدارة قضايا الدولة للدعاوى الجمركية والمصرفية، آلية التعاون بين وزارة العدل وبين هذه الجهات المعنية وبين السلطة القضائية فيما يخص القوانين التي تحكم مثل هذه العمليات، لأننا نريد حسما سريعا عادلا نزيها لكل الدعاوى الجمركية والمصرفية، يحقق العدالة واعتبارات التوازن الاجتماعي ويحقق المصلحة العامة في أن معنا. الوزير الأحمد قال إن قانون المحاكم المصرفية قيد الإنجاز، وحتى النصف الأول من الشهر القادم سيتم ربط قضايا الدولة لكل المحافظات بالبريد الإلكتروني. محافظ حلب يتفقد الجامع الأموي والمدينة القديمة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب، مؤكدا إعادة كل ما خربته يد المجموعات الإرهابية. جولة تفقدية قام بها محافظ مدينة حلب حسين دياب على الجامع الأموي والمدينة القديمة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب، كما تابع أعمال اللجان الفنية التي تم تشكيلها فور تطهير المسجد الأموي. قمنا اليوم بجولة على أسواق وأحياء المدينة القديمة بعد أن طهرها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة، وشاهدنا حجم دوار كبير. طبعا تابعت عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد تطهير
المدينة القديمة حول توصيف الواقع وتحديد الأضرار والبدء بعملية الترميم والتأهيل. أعضاء اللجان الفنية والخبراء في الترميم بيّنوا أن المجموعات الإرهابية تعمدت تهديم أجزاء كبيرة من المسجد الأموي وسرقة المقتنيات الأثرية والدينية منه. طبعا نرى حجم الدمار حجم كبير، قامت المجموعات المسلحة بتفجير المئذنة، والآن طلعت اللجان المشكلة بمرسوم السيد الرئيس لإعادة الترميم من أجل تقييم الأضرار ووضع خطة عمل للبدء بأعمال الترميم. كتقييم أول للمئذنة مدمرة بشكل كبير بسبب العصابات الإرهابية المسلحة، أيضا في بعض الأضرار الإنشائية في بعض الأعمدة في القبلية بشكل عام، يعني إنشائيا تقييمه الأضرار متوسطة ودون المتوسطة، لكن في دمار والجامع بحاجة لأعمال سريعة تدعيمية وبعد أعمال معمارية وترميمية. محافظ حلب تجول في المسجد وطلع على حجم الدمار الكبير، كما شملت جولته المدينة القديمة ومحيط قلعة حلب، وأكد أنه على جميع الجهات الخدمية واللجان الفنية تكثيف الجهود وإنجاز إصلاحات المرافق الخدمية وفتح الشوارع بأسرع وقت ممكن. هذا عمل هندسي بيلزم يشتغلوا عليه، لأنه يعني بده هذا برامج ينشغل عليه، بس هذا ممكن. نحن في عنا محاولة يعني مبدئية وناجحة الموضوع. القيام بكل الخطوات الهادفة لإعادة الألق لمدينة حلب القديمة هو ما تعمل عليه الحكومة السورية لتعود المدينة إلى سابق عهدها بجهود كل أبناء الوطن الذين يتصدون للإرهاب. جامعة الأحواش الخاصة تقيم حفلة تكريم ل 150 أسرة من ذوي الشهداء بريف حمص الغربي بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وتكريما لأرواح الشهداء الطاهرة. بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وتكريما لأرواح الشهداء الطاهرة، أقامت جامعة الأحواش الخاصة حفل تكريم 150 أسرة من ذوي الشهداء بريف حمص الغربي. لقائنا تزامن مع نصر حلب. حلب اللي أصبح التاريخ كما ميلاد المسيح تاريخ، أصبح التاريخ بدماء الشهداء، بدماء باسل الذي زرع جسده في ترابها. حيي كل شهيد هدر دمه لسوريا الحبيبي. تحيي لأرواح الشهداء كلهم، والله يحمي الجيش ويحمي سوريا، ونحن منر راسنا كل نقطة دم انبذلت من أرض الوطن. احنا بنعتز كثير بالشيء اللي قدموه وبالتضحيات اللي قاموا فيها، أكيد خسروا أرواح كثير بس بالنتيجة نحن نصر لو كان على حساب أرواحهم. الله يرحم شهدائنا وشهداء هالوطن، والله يحمي هالجيش اللي عم يقاوم وينتصر. الجامعة أطلقت أيضا مشروع ابني لرعاية أبناء الشهداء بحضور وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف ومحافظ حمص طلال البرازي، وفعالية رسمية وشعبية، وتخلل الفعالية عدد من الفقرات الفنية. رح يكون لجميع أبناء الشهداء أماكن بمنح في جامعة الحواش حسب طبعا درجة العلامات اللي بيحصلوا عليها بالشهادة الثانوية، وهذه المنح ستكون مجانية. لا علينا مسؤولية كبيرة أنه لابد المسؤولية هاي إنه نحن نترجمها لواقع من خلال دعمهم، من خلال محاولة قدر الإمكان إنه نسد جزء بسيط من موقع الأب من خلال الدعم المادي والدعم الثقافي والمعنوي والتربوي والتعليم وما إلى ذلك. في ظل انتصارات الجيش العربي السوري الباسل في حلب، وهذا الانتصار الذي هز الدنيا حقيقة وأصبح زمنا في تاريخ مهم جدا هو تاريخ الانتصار، لذلك يأتي تكريم الشهداء بهذه المناسبة وبهذه الظروف هو فخر على فخر ونصر على نصر إن شاء الله. ذوو الشهداء عبروا عن اعتزازهم بشهادة أبنائهم وفخرهم بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب في حلب وعلى امتداد أرض الوطن. أمسية ميلادية في كنيسة أم الزنار بحمص القديمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. تعلو أصوات الفرح والمحبة من جديد في مدينة حمص بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، حيث أقيم في كنيسة أم الزنار أمسية ميلادية
بحضور المطران سلوانس بطرس النعمة، مطران حمص وحما وطرطوس وتوابعهما للسريان الأرثوذكس، وعدد من الكهنة وعدد كبير من المواطنين. بنعمة الله بدأنا احتفالاتنا بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية من هذه الكنيسة، كنيسة أم الزمار، التي انطلقت منها بشائر الفرح بعودة الأمن والسلام والاستقرار إلى مدينة حمص. أوجه تحيتي ومعايدتي ومحبتي إلى كل أبنائنا في سوريا، وأهنيهم بهذا العيد، وأصلي أن تعم أفراح هذا العيد في كل أرجاء سوريا، أن يعود الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع بلادنا. لهذه المبادرة من الكنيسة التي تربيت في كنفها، كنيسة أرثوذكسية، ونحن الآن تحت مظلة أم الزنار في حمص، التي صمدت وبقيت كبيرة إلى أن خليت من الإرهاب. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ومنبارك لوطننا ولجيشنا ولقائدنا بالنصر بحلب، وإن شاء الله على طول نمشي بزمان الانتصارات يا رب. من كنيسة أم الزنار بنقول لكم كل عام وأنتم بخير للعالم كله، وخصوصا بهالمعرض الحلو اللي نحن اليوم بمناسبة الأعياد طبعا بكنيسة أم الزنار عملنا هذا المعرض، لحتى معرض الميلاديات وعزف الكشاف ومسيت كرة لكنيسة أم الزنار ضمن سلسلة الأفراح اللي عم تستمر من مدينة حمص. تخلل الأمسية تراتيل دينية وتكريم عدد من الفنانين من أبناء المدينة وإضاءة شجرة الميلاد، بالإضافة إلى افتتاح معرض للرسم. نحن حبينا اليوم نعمل هون معرض بكنيسة أم الزنار بحمص، شوي نعبر عن جواتنا من خلال ألوان مثل ما شايفين باللوحات. لوحات بتدل على الشباب، على الشغلات اللي عم تصير هون. بس حبينا بالموهبة صغيرة مني، حبيت فرغة وطلعة بمجموعة لوحات، 7 لوحات هون نحن موجودين بالكنيسة خلال العيد. كل عام وانتم بخير. نحن حبينا نشارك هاي السنة بمعرض بأم الزنار. المعرض فيه كتير من أعمالنا اليدوية، الحارة عم ترجع أحسن من قبل. كل عام بخير للجميع، وكل عام بخير لأهلنا بحلب، للجيش العربي السوري، وإن شاء الله كل أيامنا خير. وبالنسبة للمعرض كتير حلو وكتير مبدع الشغل. وسط أجواء من الفرح، وجه المواطنون تحية لأبطال الجيش العربي السوري مباركين النصر على الإرهاب في مدينة حلب، مدينة الفن والسلام.